بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم المرة دي على السلندريكال رولر بيرنج. احنا اتكلمنا عن البيرنج الرولينج انت فيها عبارة عن بولز. دلوقتي هنتكلم على البيرنج الرولينج انت فيها عبارة عن رولر او ستونر. ف زي ما كنا برضو اتكلمنا في قبل كده، انا ممكن يكون عندي سلندريكال رولر بيرنج سنجل رو او دبل رو او فور رو زي ما احنا شايفين في العمود اليمين. السندريكا رولر بيرنج تتميز عن غيرها بان هي الانر والاوتر رينج سيبريتبل عن بعض وممكن ينفصلوا عن بعض، فما باجي اركب اقدر اركب كل واحد فيهم لوحده. هي اربع انواع رئيسية: NU NJ NUB. كل واحد فيهم ليه خاصية هنتعرف عليها لما نيجي نتناول كل واحد فيهم لوحده. هي قادرة زي ما احنا اتفقنا ان هي تشيل راديال لود عالي جدا، نتيجة ان هنا الكونتاكت اريا ما بين الانر رينج والاوتر رينج والرولرز عبارة عن خط على طول اسطوانة. فطبعا نتيجة ان ده خط على طول اسطوانة وليس نقطة على سطح كورة، فبيديني مساحة اعلى، فبناء عليه بتتضاعف اللودز اللي يقدر يشيله البيرنج، كمان يقدر يشيل امباكت لود اعلى. فلو جينا بصينا زي ما كنا بنقول عندنا اوتر رينج وانر رينج، وممكن يكون عندي ال شيب ده علشان اتحكم في اتجاه الاكسل اللي يقدر يشيله البليه. فده رسم يوضح شكل الرولر سلندريكال رولر بيرنج. لو جينا نقول ان زي ما قلنا ان الانر رينج والاوتر رينج منفصلين عن بعض ويقدروا يتحركوا قصاد بعض عن بعض في اتجاه الاكسل. فلو جينا بصينا مثلا في الشكل الاولاني في الشمال اللي هو النيو، السهم الاحمر ده بيمثل اتجاه الحركه اللي يقدر يتحرك فيه، اتجاه اللي ينفع يتحرك فيه الانر رينج. فلو بصينا هنلاقي ان الاوتر رينج في كتفين في جنبين ماسكين الرولينج اليمنت، والانر رينج عبارة عن سطح عدل. فلو جينا حركنا الانر رينج في الاتجاه اليمين او في الاتجاه الشمال هيتحرك وممكن يطلع بره فينفصل عن الاوتر رينج والرولينج اليمنت. يبقى النيو اقدر اشيل الانر رينج لوحده. لو بصينا في اللي جنبه الان هنلاحظ العكس، ان الكتفين موجودين في الانر رينج والرولينج اليمنت مثبته في الانر رينج، لكن الاوتر رينج لو حركته في الاتجاه اليمين او الشمال هيتحرك ويخرج بره، يبقى الاوتر رينج هو اللي هينفصل. لو جينا بصينا بعد كده في الان جي هنلاحظ ان الانر رينج في كتف في اتجاه واحد، يعني يمنع البيرنج انها يتحرك في اتجاه واحد لكن يسمح له يتحرك في الاتجاه التاني، والاوتر رينج فيه كتفين. فلو بصينا في اتجاه السهم الاحمر اللي هو اتجاه الحركة، لو زقيت انا الاوتر رينج الانر رينج في الاتجاه السهم هيخرج بره وينفصل عن البيرنج اوتر رينج والرولينج اليمنت، لكن لو زقيته في الاتجاه العكسي مش هيتحرك نتيجة ان فيه كتف. عندنا ال NUB هو عبارة عن ال NJ ولكنه معدل، ان انا عندي ثرست واشر اقدر احطها او اقدر اشيلها فتقوم تحولهولي انه ما يتحركش خالص ويبقى فيكسد ما ينفصلش الانر على الاوتر. طب ليه بنعملها منفصلة؟ علشان سهولة الفك والتركيب للبرية دي بعد كده. لو جينا بصينا في الاكسل ديسبليسمنت بتاعت البيرنج ده، هنبص تحت شوية هنا عندنا صورة بتبين لي ازاي هو بيقدروا يتحركوا عن بعض وايه هي المسافة الماكسيمم اللي يتحركها الانر رينج عن الكيج قبل ما الفيليا دي نقدر نقول ان خلاص تعدت الليمت اللي تقدر تستحمل. فلو بصينا على المسافة اس، هي دي المسافة اللي الانر رينج يقدر يتحرك في اتجاه الاكسيال بعيد عن الرولرز،
ويبقى نقدر نقول ان البيرنج ده لسه في مكانه صح ولسه شايل، لان لو اتحرك اكتر من كده هنلاحظ ان الرولرز هتنزل في الجزء المسلوب من الانر رينج، وهنا تبدأ البلية هتبقى خرجت عن الليميت اللي تقدر تستحمله في الاكسيال ديسبليس. كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها دي بنستعملها دايما في النون لوكيتنج بيرنج، لان احنا زي ما اتفقنا ما بتشيلش اكسيال لود خالص. فلو بصينا في الثلاث انواع اللي قدامنا على اليمين هنلاحظ ان الانر رينج بينفصل او الاوتر رينج بينفصل، ففي الحاله دي انا بستعملها في النون لوكيتنج بوزيشن. بستعملها اساسا كم ايه هو النون لوكيتنج بوزيشن؟ لما عشان لما يبقى عندي تمدد في العمود ففي لازم اديله سماح انه يتحرك لو سخن، فبستعمل هذا النوع من انواع. لو جينا بصينا قدامنا كده على اتجاه الاحمال اللي او قيمه اللود اللي يقدر يشيلها كل طيب من اللي احنا قلنا عليه، فلو قلنا الطيب A اللي هو ال NU ده بيشيل راديال لود فقط، ما ينفعش يشيل اكسيال لود خالص، لان زي ما قلنا الانر لو اتعرض للود هيخرج بره هينفصل عن الرولينج المنت والاوتر. نيجي في البي اللي هو ال NJ ده نون لوكيتنج ولكنه في اتجاه واحد فقط، يقدر يشيل راديال لود في اتجاه الطبيعي بتاعه، لكن الاكسيال لود بيشيل في اتجاه واحد اللي هو اتجاه السهم الاحمر، لان لو اتعرض للاتجاه العكسي هينفصل. لو جينا في السي اللي هو ال NUB وده لوكيتنج ان بوث سايد دايركشنز، يقدر يشيل راديال لود يقدر يشيل اكسيال لود في الاتجاهين، لان عندنا قلنا الثرست وشر الا الدي كذلك لوكيتنج نتيجه ان في عندنا اكسسوري بيتركب عليه. لو بصينا هنا كده هنلاقي انيميشن بيبين لنا ال NU زي ما احنا شايفين الانر بس هو اللي بيتحرك، ال NJ هنلاحظ كمان ان عندنا الانر رينج بالكيج مع بعض قطعة واحدة هما اللي بيتحركوا والاوتر رينج هو اللي ثابت. عندنا بعد كده النيدل بيرنج الانر رينج هو اللي بيتحرك او نيدل بيرنج الاوتر رينج هو اللي ثابت. والحركة اللي احنا شايفينها دي هي دي فعليا الحركة اللي بيتعرض ليها البيرنج في حالة ما يكون شغال على عمود وبيحصل اكسل موفمنت في المعدة. نتكلم بعد كده على النيدل بيرنج. النيدل بيرنج هو سلندريكال رولر بيرنج، لكن ان الرولرز اللي عندي صغيرة قوي في القطر والعدد اكتر شوية، بيتميز ان هو حجمه صغير قوي، فاحيانا بنستعمله في الاماكن المزنوقه الضيقه. النيدل بيرنج ممكن يجي عندي زي ما احنا شايفين في اول شكل انه يكون سنجل رو وعباره عن كيج بس من غير انر واوتر، يتباع منفصل ممكن يتركب منفصل، ممكن يكون دبل رو كيج اسمبلي فقط برضو، ممكن يكون عندي اوتر ريس وكيج زي الشكل الثالث، ممكن يكون عندي اوتر ريس وكيج وانر ريس ويتباعوا مع بعض او منفصلين زي ما احنا شايفين مع بعض. شكرا.